إزاي تحسب الضرائب اللي هتتخصم من مرتبك بالتقريب وبالتبسيط. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية. النهاردة وبناء على طلب حضراتكم هنتعلم إزاي نحسب الضرائب أو ضريبة حد الإعفاء اللي هيتم خصمها من المرتب بتاعك بالتبسيط. طيب قبل ما نشوف تفاصيل الموضوع ياريت نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة عشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية. أنا كاتب الموضوع هنا بصفة عامية علشان يبقى مبسط معانا. الأول اللي هي الدرجة الأولى طبعا، والثاني اللي هي الدرجة الثانية، والثالثة وهكذا. طيب يلا نبدأ مع بعض علشان ما نطولش عليكم في الفيديو. أولا هتجيب حضرتك الأجر الشامل أو أجر كامل الأجر اللي هو الوظيفي في المكمل أو الأساسي أو المتغير قبل الخصم، هتلاقيه في الناحية اليمين من فوق في مفردات مرتب حضرتك. يعني أول حاجة هتجيبها أو هتتعرف عليها هتعمل مفردات مرتب غير قابل للصرف، وهتلاقي الأجر الأساسي أو الأجر الوظيفي والكامل أو الأساسي والمتغير هتلاقيه من فوق على إيدك اليمين، وهو ده اللي احنا هنشتغل عليه. بعد كده هتطرح من المبلغ بتاعك او المرتب بتاعك 2000 جنيه او 2350 لو كنت من ذوي القدرات الخاصه او ذوي الاحتياجات الخاصه، وهتطرح منه 11% من قيمته، وهتطرح منه ضريبه الدمغه اللي هي مثلا 7% من قيمته، وهتطرح منه كمان قيمه اشتراكك في صناديق التكافل او اي صناديق انت مشترك فيها مثلا، او اقساط التامين على الحياه لو في او قروض. طيب أما بالنسبة اللي هيفضل بعد ما تطرح كل ده هتضربه في الآتي. أولا الدرجة الأولى زي ما احنا قلنا 1250 في 2.5%، والثاني في 125 في 10%، والثالث 1250 في 15%، أما الرابع 1250 في 20%، والخامس في 1250 في 22.5%، والسادس 1250 أو كل المبلغ اللي هيفضل في 25%، وتجمع نواتج الضرب دولة ويبقوا هم ضريبة الدخل أو كسب العمل اللي هيتم فيه ضريبة الإعفاء. طيب في ملحوظة عاوزين نقولها كمان، هم ملحوظتين. هناخد الملحوظة الأولى، لو فاضل أقل من 1250 جنيه في أي شريحة من الشرايح اللي احنا ذكرناها دلوقتي أضرب في اللي هيفضل، أضربها في اللي هيفضل، في اللي هيفضل. طيب الملحوظة الثانية، الكلام ده تقريبي جدا ومش دقيق في حالة الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، يعني الناس اللي شغالة في القطاع الخاص أو زي المعلمين وأعضاء المهن الطبية، لأنه في عندهم علاوات معفية من الضرائب ولهم حسبة ثانية بس دي تقريبية فقط لغير. أما الملحوظة الثالثة معانا اللي هي الكلام ده على حد الإعفاء بتاع 24,000 جنيه، مش 30,000 جنيه اللي هي ذكرها الرئيس، لأنه 30,000 لسه ما صدرش بيها قانون لغاية دلوقتي. طيب يا رب يكون فهمنا الموضوع بالتفصيل، حاسب لك الحسبة دي في أسفل الفيديو إذا حبيت تطبقها واحدة واحدة مع المرتب بتاعك. شكرا لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير، دمتم في رعاية الله.